مكاسب عديدة حققتها مصر من الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، فضلا عن المكاسب الاقتصادية والتوسع في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ظهرت أهميتها خلال موجة الطقس الشديدة الحرارة مؤخرا التي حلت مؤخرا، وزادت نسبة استهلاك محطات الكهرباء بنسبة 111% من الغاز الطبيعي. خلوني أتكلم مع حضراتكم بمزيد من التفاصيل مع ضيفي اللي بينضملي عبر سكايب، دكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة. دكتور جمال، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. خليني أبدأ مع حضرتك من الصورة الأوسع، من 2015 اللجوء إلى استيراد الغاز، وصولا لأن مصر الآن أصبحت من أكبر الدول المصدرة للغاز، إلى أي مدى هذه الطفرة كان لها أثر على مصر بشكل أو بآخر؟ إذا تكلمنا عن محطات الكهرباء، زيادة في غير مسبوقة في استخدام الغاز بشكل عام. خليني بس أبدأ الحديث. طبعا كنا النهاردة بنتكلم على أن طفرة الغاز طفرة كبيرة جدا بالمقارنة لكل مستويات الإنتاج لدى جمهورية مصر العربية ابتداء ممكن من 2001 لغاية النهاردة. احنا بنتكلم في حوالي 21 سنة. التقييم المصري يمكن البيكا أو أعلى مستوى صناعة الغاز الطبيعي يمكن كان في سنة 2004-2005، يمكن وصلنا لحجم حوالي 5 مليار قدم مكعب غاز يومي. بدأ التناقص بالتدريج للاستهلاك، بدأنا نعاني من مشكلة الكهرباء 2006، بدأت مشكلة الكهرباء تكون متفاقمة 2008، بدأت إمدادات الغاز تقل، بدأ كثير من التطبيقات الأخرى للغاز الطبيعي باستخداماته، سواء إذا كان غاز طبيعي المنازل، سواء إذا كان أيضا استخدامه في الصناعة، في البتروكيماويات، في الأسمدة، كان هناك كثير من الأشياء توقفت لولا أن عودة مرة أخرى إلى الاكتشافات الاقتصادية اللي بدأناها 2015. ويمكن الطفرة بتاعتها كانت طفرة تختلف عن الطفرة في بداية العشرينيات. الطفرة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة ان احنا وصلنا لمستوى انتاج كبير يصل لحوالي 7.6 مليار قدم مكعب غاز يومي. وصلنا بقدرات كمان للقيمة المضافة من الغاز لأول مرة يمكن منذ أن ظهر الغاز في الأراضي المصرية لغاية النهاردة. ما كانتش القيمة المضافة غير أننا لدينا من الغاز ما يمكن استخدامه داخليا في محطات الكهرباء أو تصديره في الحالة الغازية إلى عبر خطوط إلى الدول المحيطة أو القريبة مننا.